مسكت امبارح الأربعاء 14/8 بطولة الاتحاد المصري للبادل لجميع الأعمار، هتستمر لحد يوم الجمعة 16 أغسطس بإذن الله. دي من الفعاليات المهمة جدا في مهرجان ده عالمين. وأيضا كان في خطوة مهمة قوي منتظرينها بقالنا من بداية المهرجان بننوه عنها، وهي خاصة بالأطفال، تنمية المواهب الإبداعية عند الأطفال. النهاردة خلاص هينطلق مهرجان نبتة للأطفال برئاسة الفنان أحمد أمين، واللي بيهدف لتوفير مساحة آمنة وممتعة للأطفال لتنمية مهاراتهم الإبداعية. طبعا بيهدف مهرجان نبتة لتحقيق عدد من الأهداف، منها تنمية الإبداع من خلال ورش العمل الفنية. لو رحتوا هناك وشفتوا المكان المجهز أيضا لمهرجان نبتة معمول إزاي، خيمة في قمة الروعة من بداية المهرجان تم إنشائها علشان تكون مجهزة للأطفال، يكون مقام فيها المهرجان وانطلاق المهرجان مهرجان نبتة، وتطوير طبعا الخيال عند الأطفال والإبداع وتعزيز التعليم عندهم. ده طبعا من خلال أنشطة تعليمية ممتعة ورائعة بتساعد أطفالنا على إن هم يكتسبوا مهارات جديدة وإن هم يعرفوا أشياء جديدة، طبعا بناء على حاجات كتير جدا بيتعلموها، ودي بتزود عندهم الثقة بالنفس من خلال توفير بيئة محفزة للطفل علشان يعبر طبعا عن نفسه وعن إظهار موهبته. النهارده الخميس 15 اغسطس بطوله العالمين الجديده تشامبيونز ليج الكره النسائيه، ده هيكون بمشاركه 12 فريق للسيدات، وهتبدا الرابعه عصرا ان شاء الله لكره القدم، وده الجمعه 16 اغسطس بطوله الحريفه لكره القدم، وهتبدا الساعه 6 مساء. كمان بكره الجمعه 16 اغسطس هتنطلق فعاليات اكبر مهرجان للاكل وللطبخ في مصر بايتس باي ذا سي. ضمن فعاليات مهرجان العالمين كل اللي كان عايز يذوق اكل ويستمتع بالثقافات الاخرى، يستمتع باكلات البلاد الاخرى طبعا، وتتعرف عليهم وتشوف طبعا، لان دايما بنقول ان كل بلد بنعرفها من اكلتها. العديد من المفاجآت ومن المسابقات طبعا بتنظمها قناه سفره سي بي سي سفره بالتعاون مع كايرو بايتس، وطبعا متواجدين مجموعه كلها من بداية المهرجان الحقيقة بيقدموا لنا عدد كبير جدا من الأكلات والوجبات من خلال برامجهم اللي بتقدم من منطقة النورت سكوير، ومجهود رائع جدا بيقوم به فريق العمل بالكامل مع كل الشيفس المتواجدين هناك، وبيقدموا كمان هدايا مميزة للجمهور خلال المهرجان. هيتم عرض أطباق مميزة من عدة دول هتكون طبعا بتطل على حوض البحر المتوسط زي لبنان، إسبانيا، المغرب، تركيا، اليونان وإيطاليا. ده طبعا بالإضافة لتقديم الأكلات المصرية الشهيرة على طبعا يد الشيفات المختصين والمشهورين في قناة سفرة، منهم طبعا الشيف الشربيني، نجلاء الشرشابي، غادة جميل، نرمين هانو، ساندرا مكاري، أسماء كتير جدا. الحقيقة أنا اتشرفت أن يكون جزء معاهم من الأكلات دي ومن الطبخات دي طبعا، وكان في فقره دايما بتكون متواجده معانا في برنامجنا صباح اون تايم يوم السبت بمدينه العالمين، وكان ليا الشرف ان انا اشارك معاهم حتى في الاكلات الصحيه علشان نكون دايما بنقدم كل جديد للمشاهد علشان يستمتع بمدينه العالمين الجديده وبالاكلات بطابع خاص ومختلف. اخر حاجه هتكلم فيها بكره ان شاء الله الجمعه 16 اغسطس هو حفل النجم والفنان اللي بنستمتع بيه واللي مذاق خاص، ما بالك بقى لو المذاق الخاص ده هو والنجوم اللي هقول عليهم بتستمتع بيهم في مدينة العالمين الجديدة. مفيش أجمل ولا أروع من كده. حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري على مسرح يو أرينا، واحد من الفعاليات المنتظرة جدا جدا نجاحها جماهيريا في إطار فعاليات الأسبوع السادس، لأني قلت لكم ثلاثة أجمل وأحلى من بعض، نستمتع بأغانيهم وبالموسيقى الجذابة بتاعتهم وبمذاقهم الخاص اللي دايما بنستمتع بيه، وما بالكم إن هي تكون في أجواء مختلفة.